من النساء والأطفال المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية. إذن هذه اللحظة الفارقة الكبيرة التي العالم الآن في انتظارها لأيام المهل الإنسانية الوصول إليها بتفاصيل ربما ما تم الاتفاق عليه يتم تنفيذها الآن. في الآن تقول إن هناك حصر لمن هم موجودين الآن بالفعل لدى الفصائل الفلسطينية من محتجزين إسرائيليين ومزدوجي الجنسية لرصد أسمائهم ربما للوصول بعد ذلك إلى أفكار تؤكد أنه بالإمكان إخراج عدد منهم في مقابل هدنة إنسانية وفي مقابل إخراج عدد أكبر من الفلسطينيين المحتجزين لدى سجون الاحتلال الإسرائيلي. هذا ما تقول به بعض الأخبار حول استمرار الجهود لوقف إطلاق النار من جانب وإخراج المحتجزين بالتبادل ما بين إسرائيل